بدعم من قوة الجيش الوطني تحصل المواطنون في مدينة براك الشاطئ على الوقود بسعره الرسمي، وذلك بعد أن أشرف الجيش الوطني على تأمين وصول شحنات الوقود من المستودع الرئيسي وسط ارتياح عميق من السكان. نحن الآن في شيل براك الشاطئ، نشكر الأجهزة الأمنية لتوفير كمية الوقود للمواطنين، وأن المنطقة براك الشاطئ تنعم بالأمن والأمان بوجود القوات العربية الليبية المسلحة، ونشكر كل من ساهم بتوفير الوقود للناس لمحطات جميع المحطات. الآن المحطات تخدم على مدى طيلة الفترة الصباحية والمسائية، وشكرا وبارك الله فيكم. كان السكان طيلة هذه السنوات يتحصلون على الوقود من السوق السوداء بأسعار باهظة وصلت إلى 3 دنانير للتر الواحد بسبب انقطاع إمداداته من الشمال لأسباب أمنية، منها السطو المسلح على سائقي الشاحنات والتهريب. بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم الفضل القوات العربية الليبية المسلحة اللي وفرت الأمن والأمان في المنطقة الجنوبية، وبفضلهم توفر الوقود اللي كنا محرومين منه قرابة 4 سنوات بالسعر الرسمي اللي كان محتكر على السوق السوداء فقط. نشره كنا في اللتر ب2 دينار وب2.5 دينار، لكن بعد سيطرة القوات العربية الليبية المسلحة على المنطقة الجنوبية انتهت سطوة الميليشيات وتوفرنا الوقود ولله الحمد بالسعر الرسمي اللي هو 15 قرش. أهالي مدن ومناطق الجنوب أشادوا بالتحسن الملحوظ للأوضاع المعيشية والحياتية عندهم، مرجحين ذلك إلى تحسين الأوضاع الأمنية بعد عمليات الجيش الوطني في الجنوب الليبي.